جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل الرشيد من أسماء الله؟ ما جاء إلا في حديث ضعيف في سنن الترمذي والذي في سرد الأسماء. الحديث الأصل الحديث ثابت في الصحيحين إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا ثابت في الصحيحين وفي غيرهما، لكن سردها جاء في سنن الترمذي وهذه الزيادة غير صحيحة، وقد جاء فيها الرشيد. فإذا الرشيد ما ثبت يعني بدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هل أسماء الله محصورة في 99 اسم؟ لا، ليست محصورة. أسماء الله ليست محصورة في 99، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة، فليست محصورة، ولكن هذه الأسماء جاء فيها هذا الوصف الذي من أحصاها يعني معنى ذلك أنه عرفها وعرف معانيها وتقرب إلى الله عز وجل بمقتضى يعني هذه الأسماء. فهذه الأسماء من أسمائه 99 وليست كل أسماء الله، لأن الحديث ما قال إن أسماء الله 99، لو قال إن أسماء الله 99 صار حصر، لكن قال إن لله 99 اسما من أحصاه لله، لكن لا ينفي أن يكون لله غيرها. مثل ما لو أنك قلت يعني عندي يعني 1000 ريال أخصصه للجهاد في سبيل الله، فلا يفهم منه أنك ما عندك إلا 1000، وإنما عندك هذه 1000 تخصها لهذا الشيء. فإذا هذا مثل هذا، إن لله 99 ليس حصرا، وإنما من جملة أسماء الله 99 من أحصاها دخل الجنة. نعم. يقول: مر معنا في الدرس أن الرحيم خاص بالمؤمنين، رحمة وكان بالمؤمنين رحيما، يعني جاء ذكر الرحيم مضاف للمؤمنين، لكن الرحمن جاء عام. يقول: لأنه جاء ما قال أن الله بالمؤمنين رحمن، وإنما قال بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، فإذا اسم الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، ورحمن عامة لكل المخلوقات. الآية في سورة الحج: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذا هو، يذكر الرحمة مضافة إلى يعني إيه، لكنها يعني لكنها يعني جاء التنصيص عليه أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن الرحمن هذه ما أضيفت إلى أحد، ما جاءت مضافة إلى أن الله رحمن بكذا، فإذا رحمة عامة وهذه رحمة خاصة. يقول: أحسن الله إليكم، من يقول الله في كل مكان أو الله بلا مكان؟ هذا كله كلام باطل. الله عز وجل فوق العرش، الله تعالى فوق العرش مستوى على العرش كما جاء في كتابه العزيز، ولا يقال إنه في كل مكان. كيف يكون الله عز وجل حالا في المخلوقات؟ الله تعالى موجود والمخلوقات موجودة وهي مباينة، المخلوق مباين للخالق، فليس الخالق حالا في المخلوق ولا المخلوق حالا بالخالق، بل الخالق مباين للخلق، فالمخلوقات أعلاها العرش والله تعالى فوق العرش. يقول: من يعتقد هذا الاعتقاد أن الله في كل مكان، هل يصلى وراءه؟ الذي يقول أن الله ليس في كل مكان وأنه ليس على العرش مستوي بذاته، يعني هذا يعني منكر الاستواء الله على عرشه. يقول: هل صفة السمع والبصر من الصفات الفعلية؟ لا، هي من الصفات الذاتية، متعلقة بذات الله عز وجل، هي بذات الله، الله تعالى متصم بها دائما وأبدا. الصفات الفعلية تتعلق بالمشيئة والإرادة،
يعني كالخلق إذا شاء خلق إذا شاء فعل كذا، لكن السمع والبصر ما يقال إذا شاء سمع وإذا شاء أبصر، بل هو مبصر دائما وأبدا وسميع دائما وأبدا، ما يتعلق بمشيئة. يعني يتعلق بمشيئة أفعاله التي كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذه أفعال، أفعال لله سبحانه وتعالى، لكن هذه صفات لازمة لذاته لا تتعلق بمشيئته وإرادته، فلا يقال يسمع إذا شاء ولا يسمع إذا شاء، أو يبصر إذا شاء ولا يبصر، بل هو تعالى مبصر لكل شيء وسميع لكل حركة أو سكون. نعم. ما معنى اسم الشكور؟ الشكور هو يعني هذا الاسم من أسماء الله، يعني أنه يشكر ويعني يعني من حصل منه، يعني من حصل منه العبادة والطاعة، فإن الله تعالى يشكره على ذلك، ومن لازم هذا الشكر أن يثيبه. وبالتالي هذا يسأل يقول ما معنى قول شكر الله لك؟ يعني معناه أنك يعني أعطاك ما تستحق يعني على هذا العام الطيب، وأن الله تعالى أحسن إليك أو يعني ذكرك بخير أو غير ذلك من المعاني التي تستلزمها هذه العبارة. يقول أحسن الله إليكم، في قريتنا مسجد مليء بالقبور، في قريتنا مسجد مليء بالقبور، إيه؟ يدفنون فيه الكبار والصغار، فهل يجوز أن نصلي معهم فيه؟ والأكبر من ذلك أنهم يدعون ويستغيثون بغير الله، فهل نصلي معهم؟ أولا المساجد اللي فيها قبور لا يصلى فيها، لا يصلى في المساجد اللي فيها قبور، وأما هذا المسجد اللي احنا فيه لا يقال أن فيه قبر ومعناه أنه مثل قبور أخرى، هذا المسجد له فضل ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم مقبورا في المسجد، وإنما قبر خارج المسجد، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بنى المسجد وبنى حجراته بجوار المسجد، وحجراته فيها أمهات المؤمنين يجامع أهله فيها وتحيض نساءه فيها، وهذا لا يكون في المساجد، فالبيوت خارج المسجد ودفن خارج المسجد، لكن في أثناء عهد بني أمية وسع المسجد دخل، فلا يقال أنه يسري عليه هذا الحكم، لأن النهي عن بناء المساجد على القبور جاء متأخرا في آخر لحظات الرسول صلى الله عليه وسلم وآخر أيامه، لأنه جاء في حديث جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال، خمس ليال، الرسول توفي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين، وهالكلام قال يوم الخميس أو يوم الأربعاء الذي قبل وفاته، يقول ألا أني أبرأ إلى الله يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ثم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. هذا كلام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس ليالي. بعد ذلك جاء عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حضره الموت، لما نزل به الموت، طفق يطرح خميصة على وجهه، خميصة يعني غطاء يعني له يعني كساء يعني يتغطى به الإنسان أو يستعمل الإنسان، فكان يغطي وجهه بهذه الخميصة، فإذا اغتم يعني انكتم النفس عنده صلى الله عليه وسلم رفعها من شدة المرض، يغطي ويكشف يغطي ويكشف. قالوا في الرواية عنه قال وهو كذلك، يعني في هذه الحال التي تنزع روحه، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
هذا كلام قاله متى؟ وروحه تنزع. إذن هذا حكم محكم لا يمكن أن يكون منسوخا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله مات، ما هو حكم قاله بعدين عاش حتى يصير مجال النسخ، قاله ومات. فكيف يستدل بعمل حصل في عهد بني أمية ولم يكن منه صلى الله عليه وسلم ولا من خلفائه، بل القبر كان خارج المسجد في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وفي عهد يعني معاوية رضي الله تعالى عن الجميع، ثم في أثناء عهد أمية أدخل القبر في داخل المسجد وصار فيه جزء منه وراء المسجد وراء القبر. فإذا الأساس لا يجوز أن يستدل بهذا على اتخاذ القبور مساجد، لأن الرسول نفسه نهى عن ذلك في آخر لحظاته وقبل أن يموت بخمس. فإذا هذا الحكم لا يقال أنه قابل للنسخ، لا يكون منسوخا ولا يقبل النسخ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاش بعده حتى يكون مجال النسخ. نعم. وأما الاستغاثة بغير الله فهذا هو الشرك بالله، لأن يعني يطلب من صاحب القبر يعني المدد والغوث، وأن يعني يحصل زوجة، وأن يحصل ولد، وأن يحصل مال، وأن يحصل كذا وكذا. هذه أمور لا تطلب إلا من الله، لأنها عبادة، والعبادة حق الله كما عرفنا توحيد الله تعالى بأفعال العباد كالدعاء والخوف، وأن مساجد الله فلا تدعو مع الله أحدا، وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، فأفعال العباد يخص بها الله، فالله تعالى يستغاث به ولا يستغاث بالأموات. والرسول عليه الصلاة والسلام حي في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، لكنه لا يطلب منه شيء في قبره، بدليل أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم ما كانوا يفعلون ذلك عند قبره، وكانوا إذا أصابهم الجدب طلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم وأن يستسقي لهم فيرفع يديه ويدعو ويغيثهم الله. ولما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاءوا عند القبر وطلبوا منه أن يدعو لهم. وعمر رضي الله عنه لما أصاب الناس جدب وقحط طلب من العباس أن يدعو، وقال اللهم إنا كنا إذا جدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، يعني توسلنا بدعائه، يعني طلبنا منه الدعاء وتوسلنا بدعائه فتسقينا، وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، يعني بدعائه، قم يا عباس فادعو الله. ثم لماذا اختار عمر العباس مع أن غيره أفضل منه؟ لأن يعني الخلفاء الراشدين ويعني وعدد يعني هم أفضل منه، أفضل من العباس، لكن اختار العباس لأنه أقرب قريب للرسول صلى الله عليه وسلم، أقرب قريب من الرجال، لأنه عمه علي ابن عم رضي الله عنه، وأما العباس عم، فاختاره لأنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ما قال وإن توسل لك بالعباس، قال بعم نبينا، يعني أشار إلى القرابة واختاره للقرابة، ما اختاره لأنه أفضل الصحابة. فمعلوم أن العشرة هم بشرين بالجنة والعشرة المبشرين أفضل منه، لكنه من حيث القرب هو أقرب قريب للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عمه، أقرب الرجال إليه عمه العباس. يقول أحسن الله إليك، هل يكون الشرك في أسماء الله وصفاته؟ إيش؟ هل يكون الشرك في أسماء الله؟ نعم، يعني من أنكر أسماء الله وصفاته، من أنكر الصفات وقال إن الله ليس برحيم وأنه ليس بكذا، يعني هذا كفر، لأنه مصادمة للقرآن وإنكار لما جاء في القرآن. ما أثر فعل المعصية على توحيد العبد؟ تنقص التوحيد، تنقص الإيمان. المعاصي عند أهل السنة يعني هي لا يخرج بها من الإيمان ولا يكون معها كامل الإيمان.
أهل السنة وسط بين المفرطين والمفرطين. المفرطين المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، ما دام الإنسان عنده الإيمان يفعل ما يشاء ولا يضر مع الإيمان ذنب، هذا تفريط يقابله الإفراط، وهنا مرتكب المعصية يكون كافرا ويكون مخلدا في النار، طرفان متقابلان. أهل السنة وسط، فيقول مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، عنده إيمان ما نزع منه الإيمان، ولكنه ما عنده كمال الإيمان الذي قالوا عنه المرجئة أنه كامل الإيمان، قالوا مؤمن، وهذا يخالفون فيه قول المعتزلة والخوارج اللي قالوا كافر وصفوا بأنه مؤمن، وقالوا ناقص الإيمان يعني في مقابل قول المرجئة كامل الإيمان، فقالوا عن فاعل المعصية مؤمن كامل ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطونه الاسم المطلق ولا ينفون عنه مطلق الاسم، لا يعطونه الإيمان الكامل ولا يسلبونه أصل الإيمان، فهم وسط بين المفرطين والمفرطين، المفرطين الذي قال لا يضر مع الإيمان ذنب، والمفرطين الغالين الذين قالوا أنه إذا ارتكب معصية كان كافرا وكان خالدا مخلدا في النار. يقول ما معنى تحقيق التوحيد وكيف أكون محققا له؟ تحقيق التوحيد بأن يعني يحصل منه يعني وجوده ويعني التمكن فيه والبعد عن أن يكون فيه شيء من النقص، بهذا يكون تحقيق التوحيد. سؤاله الثالث يقول هل الفرد من أسماء الله؟ ما أعرف دليل يدل عليه، كلمة فرد ما أعرف دليل يدل عليها. يقول ما ردكم على من يقول بشبهة وهي أن لفظ الصفات لم يرد في الكتاب والسنة؟ إيش؟ كلمة الصفات ما جاءت في الكتاب والسنة، وراه جاءت في السنة، ذاك اللي قال اللي يقرأ بقوله هو الله قال لأنها مستمرة على صفة الرحمن، الحديث هذا اللي فيه الرجل الذي كان يختم بقوله هو الله واحد، فسألوه قال لأنها مستمرة على صفة الله وأحب أن أقرأ بها دائما، فقال الرسول يعني أثنى عليه وقال إن الله تعالى يحبه. هذا يقول بالنسبة لأن ذكرتم أن تقسيم التوحيد بالاستقراء، فهل كان العلماء الأولون يدرسون التوحيد بناء على أي تقسيم؟ إيش؟ من كان يدرس التوحيد قديما على أي تقسيم كان يبني تدريسه؟ يعني هذه الأنواع الثلاثة يتكلمون فيها لأنها مشتملة القرآن عليها، يعني فهي موجودة في القرآن، والذين يعني يبينون العقيدة من القرآن يعني يجدون في هذه الثلاثة، وكذلك في السنة يجدون في هذه الثلاثة، فهي ما جاء نص يقول أنواع التوحيد ثلاثة، ما جاء، ما في نص، لكن مأخوذ بالاستقراء في القرآن، وكما قلت لكم سورة الفاتحة وسورة الناس. يقول أحسن الله إليكم ما هو المستحيل لغيره؟ لو تشرحون لنا هذا. شو؟ المستحيل لغيره. المستحيل لغيره؟ نعم. ما تذكر. أحسن الله إليك، من حفظ القرآن هل يدخل في حديث من أحصاها دخل الجنة؟ لا ما يدخل، لأن أحصاها يعني كونه يعني يعرفها ويقول هي كذا وكذا، هي كذا لقول الله كذا وكذا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يتعبد الله بمقتضاها، يتعبد الله بمقتضاها. أما الإنسان يقرأ القرآن قد يعني لا قد لا يعني يتنبه لها
ولإحصائها. ويعني ثم أيضا هي ليست كلها في القرآن, يعني بعضها في السنة, يعني بعض الأسماء التي يعني بها من 99 هي من أسماء من السنة, مأخوذة من الكتاب والسنة, ليست خاصة في القرآن. هل الساتر ولهذا العلماء يعني من أجل هذا الحديث صاروا يجمعون أحاديث, يجمعون أسماء 99 قد يعني ذكروها, يعني هي كذا وكذا 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 من أجل هذا الحديث, ويأتون بها من الكتاب والسنة وليست موجودة خاصة بالقرآن, ليست خاصة بالقرآن وإنما هي موجودة في الكتاب والسنة, وقد ألف وهي موجودة في كتب أهل العلم, موجودة في كلام الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير, وكذلك يعني في يعني غيره, وكذلك يعني الشيخ العثيمين رحمه الله يعني ذكر في كتابه القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته العليا, وأنا ذكرت في 99 في قطف الجنداني, في رسالة قطف الجنداني ذكرت في 99 وذكرته مع كل اسم دليله, وذكرته على حروف الهجاء, أوردتها على حروف الهجاء, يعني بدءا يعني بأول ما جاء في أول حرف إلى آخر الحروف, يعني وذكرته مع كل اسم دليله وهي 99, لكن كما قلت لا يعني ذلك أن ما فيه إلا 99, فيه غيرها. هل الساتر من أسماء الله؟ ما أعلم, جاء الستير, أقول جاء الستير من أسماء الله, وأما ساتر ما جاء, لكن الله عز وجل هو الساتر, هو الذي يعني يحصل منه ويتصل بهذه الصفة التي هو الستر, لكن أسماء الله الحسنى تحتاج إلى دليل بأن يأتي نص يقول أن من أسماء الله الساتر, لكن جاء الستير وهو مبالغة في الساتر. نعم. يقول نرجو من شيخنا توضيحا لحديث أن نقول هو الله أحد تعدل ثلث القرآن, وجه ذلك جزاكم وجه الله وجه ذلك صحيح. لأن القرآن يعني فيه يشتمل على ثلاث أشياء تتعلق بصفات الله عز وجل وما يتعلق به سبحانه وتعالى, وقصص وأخبار وأحكام, وسورة قل هو الله أحد هي تشتمل على هذا الثلث الذي هو ما يتعلق بالله عز وجل, يعني فهي مشتملة على يعني الثلث أو تعدل ثلث القرآن, لأن القرآن أحكام وشرائع وأخبار وقصص وعقائد ويعني أمور تضاف إلى الله عز وجل, فسورة قل هو الله أحد تشتمل على ما يتعلق بهذا, فقوله قل هو الله أحد هذا من أسماء الله الأحد, هو الله أحد, الله الصمد من أسماء الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, في أولها إثبات وفي آخرها تنزيه, الله أحد الله الصمد إثبات, لم يلد ولم يولد ولم يكن له تنزيه, فقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نفي للأصول والفروع النظرة, نفي للأصول ونفي للفروع ونفي للنظراء. ذكرت أن سورة الإخلاص تشتمل على إثبات ونفي, إثبات في أولها الله أحد الله الصمد, والصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق, فهو الغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل من عداه, هذا هو الصمد, ولهذا يقال الصمد لا يطلق إلا على الله, هذا من الأسماء. قد ذكر ابن كثير في أول تفسيره للفاتحة عند ذكر البسملة ذكر أن يعني من أسماء ما لا يطلق إلا على الله, ومنه ما يطلق عليه وعلى غيره,
وذكر أن من جملة ذلك الرحمن والصمد. وفي آخرها نفي تنزيه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نفي للأصول والفروع والنظراء. فقالوا لم يلد نفي للفروع، ولم يولد نفي للأصول، ولم يكن له كفوا أحد نفي للأشباه والنظراء. يقول: هل الخوارج يعطلون صفات الله؟ ما أتذكر يعني أحسن الله، ما أذكر الآن يعني كلام الخوارج هل هم من المعطلين، ما أذكر الآن، لا أذكر الآن شيء في رأي الخوارج. يقول أحسن الله إليكم: قلتم بأن أسماء الله مشتقة، فاسمه تعالى الله مشتق من ماذا؟ يعني من كونه المألوه، يعني الله هو المألوه الذي تأله القلوب، يعني يدل على الألوهية، يعني الألوهية أنه يعني صاحب الألوهية. يقول: هل في أسماء الله تعالى ما جمع بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية؟ ذكروا في الكلام أنه جمع بينهما، وقالوا إن أنه يعني قديم النوع حادث الآحاد، كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، يعني بمعنى أن الله عز وجل لم يكن غير متكلم فتكلم، فإذا النوع هو قديم. لكن لا يقال إن كل كلام الله قديم، لأن من كلام الله ما يحصل في أزمان. لما كلم موسى وسمع كلام من الله، هذا حصل في زمن موسى، كلم موسى وسمع كلام الله، ما كلمه بكلام سمعه موسى، ظهر الكلام من الله وحصل كلام من الله وسمع موسى. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج إلى السماء كلمه الله، ويكلمه الجنة إذا دخل الجنة. ولهذا يقولون أنه يعني هو يعني ذاتي، باعتبار أنه لم يكن غير متصف بالكلام ثم اتصف به، لم يكن غير متصف فاتصف. لكن لا يقال إن كلام الله قديم خلاص انتهى، ما في كلام الله قديم، بل هناك كلام يعني يحصل في الأوقات التي شاء الله يحصل فيها. ولهذا قالوا قديم النوع حادث الآحاد. إيش معنى حادث الآحاد؟ كلامه لموسى من الأحاد اللي حصلت في زمن موسى، وكلامه لمحمد صلى الله عليه وسلم من الأحاد اللي حصلت في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، وكلامه مع الجنة إذا دخل الجنة من الأحاد اللي حصلت بعد دخولهم الجنة. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم من يتسمى بعبد الرسول أو عبد النبي؟ هل يلزمه تغيير الاسم؟ نعم يلزمه، ولا يجوز أن يتسمى بمخلوقات، وإنما التسمية بأسماء الله عز وجل، يعني فلا يكون أحد عبد لعبد، لا يكون أحد عبد لعبد، وإنما يكون لعبد المعبود. فعبد الرسول وعبد النبي وعبد الكعبة هذه من أسماء المسمى بغيره، لكن يمكن أن يقال عبد رب الرسول، عبد رب النبي، عبد رب الكعبة. أما يعني كونه يعني عبد للمخلوق هذا لا يصح ولا يجوز. ما صحة هذه العبارة: أسماء الله تعد ولا تحصى؟ تعد ولا تحصى؟ نعم. أولا أسماء الله عز وجل فيها شيء، منها ما عرفه الناس ومنها ما لم يعرف الناس. الحديث الذي فيه: أسألك بكل اسم هو لك، سميت بنفسك أو أنزلت في كتاب أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ثم أيضا يعني إيش معنى تعد؟ يعني يعد منها ما أمكن عده وفقا للدليل، هذا كلام صحيح. أما كونها تعد يعني ويذكر أشياء يعني دون أن يكون لها أساس، هذا غير صحيح. قوله جل جلاله: الرحمن على العرش استوى، ما معنى الاستواء هنا؟ يعني على وارتفع، استوى عليه وارتفع.
أحسن الله إليك. الرحمن على العرش استوى، قلتم على وارتفع. نعم هذا هو معنى أنه استوى على العرش، يعني عليه عليه على عليه وارتفع عليه، هذا هو معنى. إلا أننا نجد من يفسر استولى. لا هذا تأويل، هذا استولى هذا ليس هذا معناه، لأن الله عز وجل يعني مستوى عليه، وأما الاستيلاء هذا معناه أنه كان يعني التعبير يعني يكون لمن كان يعني مستوى عليه غيره ثم غلب غيره واستولى عليه، الله عز وجل هو الذي خلقه واستوى عليه. وهل يجوز أن يسأل عن صفات الله كيف؟ لا أبدا، لا يسأل عن الكيفية، لا يسأل عن الكيفية، وإنما الكيفية هذه يعني علمها عند الله عز وجل. هل أهل السنة والجماعة مفوضة؟ لا ليسوا مفوضة، وإنما هم مثبتة منزهة، يعني خطبوا بكلام يفهمون معناه، فالسمع والبصر والكلام كل هذه كلمات الناس يعلمون معانيها، ولا يقال أنهم مفوضة، يعني يقول الله أعلم، الله أعلم بمراده بكذا، لا ما يقال هكذا، يعني التفويض يعني ليس منهج أهل السنة، وإنما منهجهم مثل ما قال مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول، لأنهم يعرفون معنى كلام الله، ولكنهم لا يكيفون، لا يقال الصفة هي كيت وكيت وكيت وكذا وكذا أبدا، وإنما التفويض يعني من نسب إلى أهل السنة أنهم مفوضة فقد وقع في محاذير ثلاثة. أولا أنه جاهل بمذهب السلف، الذي يقولهم مفوضة هو جاهل بمذهب السلف لا يعرف، ومجهل لهم أيضا. المحذور الثالث أنه مجهل لهم، نسبهم إلى الجهل، وأنهم لا يعلمون ما معنى ما خطيب به، فيعني فهم. وثالث أنه كذب عليهم، لأن نسب إليهم يعني شيء لا يعتقدونه. فمن فوض أو المفوضة أو من قالنا السنة مفوضة ارتكب محاذير ثلاثة: أنه جاهل بمذهب السلف لا يعرفه، وأنه مجهل لهم ناسب لهم إلى الجهل، وأيضا كاذب عليهم لأن قال أنهم قالوا كذا وهم ما قالوا هكذا. يقول: هل يجوز التوسل إلى الله بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل قولهم: اللهم صل على سيدنا محمد صلوات تنجينا بها من كل الأهوال وترقينا عندك أعلى الدرجات في الحياة والممات؟ التوسل إلى الله عز وجل يكون بالأعمال الصالحة، يكون بالأعمال الصالحة، يقول مثل ما حصل للثلاثة الذين أواهم ببيت إلى غار، وكل واحد منهم توسل بعمل حصل منه في حال الرخاء فتحقق له ما يريد من انفراج الصخرة، وذلك يعني توضيح، وحصل توضيح وبيان، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك يعني بالشدة. إيش السؤال؟ هل يجوز التوسل بالصلاة والسلام على الأعمال الصالحة يتوسل بها، يعني اللهم بحبي لنبي، اللهم بإيماني بك وبحبي لنبيك، اللهم أني أسألك يعني هذا العمل الصالح الذي فعلته تقربا إليك أن تحقق لي كذا وكذا. هل يجوز اللقب العبد اللطيف، العبد الجبار، العبد الله؟ يعني هذه اختصار آل، هذه اختصار آل، يعني وإلا فإنه يعني هي بمعنى هذا العبد اللطيف، يعني آل عبد اللطيف بس اختصروها. يقول: ما حكم حج تارك الصلاة تهاونا وكسلا، هل يصح حجه؟ لا يصح حجه، من ترك الصلاة لا حج له. يسأل عن حديث: لن يستحل هذا البيت إلا أهله، فإن استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب. لا أعرف شيئا عن هذا الحديث. يقول: من المعلوم أن الوقوف بعرفة ركن،
وأن الوقوف بها إلى الغروب واجب، لم يتبين لي الفرق بينهما. الفرق واضح، لأن الإنسان إذا دخل عرفة في وقت الوقوف ليلا أو نهارا يعتبر وقف بعرفة ولو كان زمن يسيرا، لكن من وصل إليها نهارا فإنه يستمر بها حتى تغرب. كونه يستمر حتى تغرب هذا واجب يجبر بدم، وأما الوقوف بعرفة ولو يعني لحظة ولو وقت يسير يحصل به الوقوف، هذا ركن وهذا واجب. ما حكم الدم الذي يخرج من الفرج بما يسمى بالبواسير أثناء الإحرام بالعمرة أو الحج؟ الذي يخرج من الإنسان وهو يعني لا يستطيع دفعه هذا مثل الاستحاضة بالنسبة للمرأة، ومثل سلس البول، يعني هذا يتوضأ الإنسان يعني لدخول الوقت ويصلي، ويجعل يعني شيء يمنع، يعني يمنع شيء يعني كونه يخرج إلى ثيابه. سؤال الثاني، ما حكم الصلاة بين السواري؟ إذا امتلأت الصفوف المستقيمة التي لا يتخللها سواري فللناس أن يصلوا بين السواري، لكن لا يصلي وحده الإنسان بين السواري، اثنين فأكثر. رجل خارج المملكة لم يحج، هل يستطيع أن يوكل شخصا ليحج عن أمه المتوفاة؟ كونه يعني يحجج إذا كان هو يعني يستطيع بدنه وما يستطيع، كان يستطيع بدنه ما يحجج عنه، يحج بنفسه، يعني المبلغ الذي يحجه لما يحج بنفسه هو الذي يجب عليه الحج. وأما إذا كان أنه غير مستطيع، أنه غير مستطيع لا يستطيع يعني أن يسافر لهرم، هذا يحج عنه، يحجج عن نفسه، لكنه إذا كان لأن الواجب عليه أنه أولا يأتي بالشيء الواجب عليه إذا تمكن من ذلك قبل أمه المتوفاة. نعم. يقول رجل مات ولم يصم يومين من شهر رمضان، فهل يصوم عنه شقيقه أو يتصدق إذا عنه؟ إذا كان مات في آخر الشهر بقي يومين ما وجب عليه أصلا، لأنه قد مات وصارت الأيام بعد وفاته. فإذا كان المقصود أنه يعني صام رمضان وأنه يعني بقي من يومين وأنه مات قبل اليومين، هذه ما ندخل ليس لم تجب عليه إذا كان هذا هو السؤال. يقول ما هو الدعاء المأثور في وقوفنا بعرفة؟ ما في دعاء معين إلا الذكر العظيم الذي هو دعاء، قال خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الإنسان يدعو بكل يعني بسائر الأدعية المفيدة والتي لا محذور فيها، ويحرص على أن تكون الأدعية التي يدعو بها من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم مما جاء في الحديث الصحيحة، يحرص على ذلك ويسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة بما يفتح الله عليه. لكن كونه يكون يأتي بأدعية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الأدعية فيها العصمة وفيها السلامة. سؤال الثاني يقول ما هو الوقت المناسب لرمي الجمرات الثلاث؟ بعد زوال الشمس، الجمرات الثلاث ترمى بعد زوال الشمس إلى الغروب، وإذا غربت الشمس له أن يرمي بعد الغروب، إلا في اليوم الثالث عشر فإنه لا رمي بعد الغروب. إذا غابت شمس يوم العيد على الحاج ولم يطف طواف الزيارة فهل يعود إلى إحرامه؟ لا، ما يعود إلى إحرامه، يبقى على إحرامه، على حاله، تحلل. نعم. يقول وما قولكم في الحديث الوارد في ذلك؟ هذا تكلم فيه العلماء، يعني منهم من تكلم فيه من حيث المتن ومن حيث السند، بعض العلماء حسنها وصححها، لكن يعني النصوص دالة على الإنسان، يعني أن الإنسان إذا تحلل تحلل، وأنه لا يعني فيكون هذا يعني تلك مقدمة عليه،
وأيضا هذا فيه كلام تكلم فيه العلماء من حيث السند ومن حيث المتن. يقول: جزاكم الله خيرا وجمعنا وإياكم في جنات النعيم، آمين. يقول: المتمتع الذي يريد أن يضحي هل له أن يقصر إذا انتهى من أعمال العمرة؟ لا، ما يقصر، يعني التقصير اللي هو من أجل التحلل هذا لابد منه، لكن أن يكونه يعني بعد ذلك، يعني بعد ما يتحلل ويأخذ من شعره ما يأخذ من أظفاره يعني بعد ذلك، لأن هذا داخل في العشر، لكن كونه يقصر من شعر رأسه هذا واجب لا بد منه، لأن التحلل يكون به، لكنه عندما يتحلل يعني يبقى هناك أشياء يعني مثل تقليم أظفار لا يقلم أظفاره، نعم، لأنه في العشر. يقول فضيلة الشيخ: رجل أراد الحج وأحرم من الميقات ولم يلبس ملابس الإحرام إلا بعد دخوله مكة، أدى بقية مناسك الحج وذبح شاه فدية، فما حكم حجه؟ الحج إذا حج الإنسان يكون صحيح، لكن ارتكاب مخالفات وكون إنسان يرتكب مخالفات ما يطيبه، وكون الإنسان يعني يذهب وهو ما عنده تصريح هذا ما ينبغي له، يعني الإنسان يعني هذا التنظيم فيه يعني مصلحة للجميع ومصلحة للناس، لو كان يعني ترك الناس كان تمتلي مكة، يعني الوصول إليها سهل إذا كان ما هناك تنظيم، فيعني يمتلئ الحزم وسهل. ما حكم من دفع من مزدلفة بعد مضي نصف الليل وهو ليس بضعيف وليس معه نساء ولا أطفال؟ يعني عمل هذا عمل خلاف الأولى، ما كان ينبغي له أن يفعل، لكن ليس عليه شيء. سؤال الثاني: هل يشرع رفع اليدين أثناء الطواف والسعي في حالة الدعاء؟ رفع اليدين أثناء الطواف؟ والله يعني ما أعلم يعني شيء يثبته ولا أعلم يعني شيء يمنعه. يقول: أحسن الله إليكم، شخص كان مقيم في المدينة وفي هذه الأيام شخص كان مقيما في المدينة وفي هذه الأيام انتقل إلى جدة، هل له أن يحرم من جدة أو عليه أن يرجع ويحرم من أبيار علي؟ أعد السؤال. رجل شخص كان مقيما في المدينة وفي هذه الأيام انتقل إلى جدة، فهل له أن يحرم من جدة أو يرجع ويحرم من أبيار علي؟ لا، هو الآن إذا كان في المدينة وسينتقل يعني وسيحج فإنه يحرم بالحج من المدينة، ما يذهب إلى جدة، لأن ما كانت بلده، ما هي بلده، ستكون بلده، لأنه ما استقر فيها أو أنه يعني صار فيها موجودا حتى يكون من أهلها، سيكون من أهلها، فمثل هذا يحرم من هنا ويأتي بالعمرة ويذهب إلى جدة. هل يجوز صيام أيام عشر ذي الحجة تطوعا مع أن عليه قضاء من رمضان؟ لا، هو يصومها بنية الفرض، عليه أن يصومها بنية الفرض ولا يأتي بالنفل ويترك الفرض. يقول: قرأت في أحد كتب المناسك وفيه السجدة على الحجر الأسود، فهل يجوز السجدة عليه؟ وجاء في بعض الأحاديث يعني ما يدل عليه. نعم. الإشكال عندي يقول: هو حجر، كيف أسجد على حجر؟ الكلام مثل التقبيل، أنت ما يجوزك تقبل حجر، لكن السنة جاءت من تقبل حجر، فإذا ثبت بعض العلماء أثبت بعض الحديث الذي ورد في هذا، وإذا ثبت يعني القضية الإنسان ما يعبد الحجر، مثل ما أنك تقبل قبلت الحجر ما تعبد الحجر، وإنما مثل ما قال عمر رضي الله عنه: أما يعني أنك حج لا تضر ولا تنفع، ولا أني رأيت الرسول يقبله كما قبلت. هل الرمي في الأدوار العلوية كالرمي في الأسفل؟ نعم، يحصل به أداء الواجب. نعم، الأداء الواجب يحصل بأي مكان ما دام الحصى سيقع في المرمى وفي المكان الذي فيه الرمي في الأسفل، فإنه كل ذلك صحيح.
يقول: من أحرم من ميقاته ولما أتى مطار جدة وهو محرم مع مجموعة غير محرمة، أرادوا المجموعة أن يزوروا المسجد النبوي فمنع من السفر مع المجموعة لأنه محرم، واشترطوا لذهابه إلى المدينة أن يغير ثياب الإحرام، فغير ثياب الإحرام ولبس الثياب العادية المخيط. والله ما أظن هذا يكون، لأن الناس ما يمنعون ليروح المدينة يعني عليه إحرام يقول لا بس ثيابك، هذا اللي يروح مكة إذا كان ممنوع، يعني إذا كان ممنوع يقول ما يجمع عن تصريح يمنعونه، أما المدينة ما تبي تصريح بإحرام ولا بدون إحرام. هذا الكلام أظنه غير صحيح، ما يستقيم، ما حد يمنع يقول لك ما تذهب المدينة إلا لابس ثيابك. هل يصح الهدي قبل يوم النحر؟ لا، لا يأكل الهدي إلا يوم النحر، لا يذبح الهدي إلا يوم النحر حتى يبلغ الهدي محله ومحله يوم النحر. يقول: قد حصل ذلك، ماذا علي؟ يعيده يقضيه. إذا صادف يوم التروية الجمعة، هل نبقى في مكة حتى نصلي الجمعة ثم نخرج إلى منى؟ لك ذلك، أقول لك ذلك، لك أن تصلي وأنك تذهب، لكن يعني إذا ذهبت إذا ذهبت يعني قبل الظهر و يعني كما فعل الرسول يعني فحسن، وإن بقيت وذهبت بعد الظهر ما في بأس. يقول: جاء أصدقائي من أثيوبيا وتعدوا يلملم بغير إحرام لأنهم قصدوا المدينة قبل مكة مع أنهم هم قاصدون للحج، فهل عليهم شيء بتعديهم يلملم بدون ميقات بدون لا إحرام؟ لا، ما دام أنهم تعدوه ليذهبوا المدينة ليس عليهم شيء، وإنما عليهم شيء لو أنهم يعني تعدوه ذاهبين إلى مكة للعمرة، أما إذا جاءوا مارين بالميقات ويستمرون بميقات يذهبون إلى ميقات آخر اللي هو ميقات المدينة، هذا ليس عليهم شيء. يقول: هل يثبت لخالد بن الوليد رضي الله عنه أن له عقب؟ الله أعلم، الذي أعلم منهم يقولون الناس الذين يعني ينسب يعني كنيه بدون نسب يمثلون بأبي بكر وعمر وخالد، فأبو بكر يعني أبو بكر وخالد أبو سليمان وعمر أبو حفص، ويقولون هذه كلها بدون نسب، فإذا كان يعني مثلا سليمان قيل أن له نسب وأن يعني هذا يعرف بطريق التاريخ وجود، لكن الذي قالوا أن هؤلاء الثلاثة كلها كنية بدون نسب بدون مسمى بدون أن يكون له ولد بهذا الاسم، فأبو بكر ليس له ولد اسمه بكر، وعمر ليس له ولد اسمه حفص، وقالوا خالد ليس له ولد اسمه سليمان. يقول: أحصل إليكم، دفعت أمي غنما للأضحية تحت اسمي، فهل يجوز لأحدنا أن يقلم أظفاره في العشر الأولى من ذي الحجة؟ إيش السؤال؟ يقول: دفعت أمي غنما للأضحية تحت اسمي، فهل يجوز لأحدنا أن يقلم أظفاره في العشر الأولى من ذي الحجة؟ إذا أعطتك إياها وأنت تضحي، أما كانت هي اللي ضحت يعني عنك وعنهم، فإنها هي التي يعني لا تأخذ، وأما أنتم الذين مضحان عنكم لكم أن تأخذوا، لكن إذا أعطتكم إياها وقال ضحوا بها وبعدين ضحيت بها صرت أنت مضحيا وليس مضحا عنك. يقول: حفظك الله، ناولني أحدهم كوب ماء أثناء الخطبة خطبة الجمعة فأشرت برأسي ألا أريد، فهل يؤثر ذلك على جمعتي؟ ما يؤثر. أحسن الله إليك، أنا حتى لو أشرت بيدك يعني ما يؤثر، لأن يعني حتى لا يشغلك وتشغله بي 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 يعني بهذا التصرف. يقول: أنا من بلد تشيع فيه الرضاعة بلا ضوابط، أي خمس رضعات مشبعات، فما حكم هذه الرضاعة؟
يتحقق أولا يتحقق من العدد، وإذا ما تحقق من العدد وأنه يعني كان هذا فالاحتياط يعني في الدين يعني أنه يعني ما يقدم إلا إذا كان أنه متحقق أنه يعني شيء قليل يعني لا يصل إلى الخمس، لأن ما دون الخمس لا يحصل به التحريم، لا يحصل به التحريم، ما يحصل به يعني النسبة بسبب الرضاعة. ف يعني ما كان يعني، وإذا احتيط يعني في الأمر أو أنه يعني غلب على الظن أنه يعني ما حصل رضاعة أو أن الرضاعة أنها قليلة إن شاء الله ما في بأس. يقول هل ننكر على من يسبح بالمسبحة؟ نعم يمكن تقول أن الأولى لك أنك تسبح بأصابعك. يقول امرأة أصابتها النار في المطبخ وحرقت بسبب ذلك من صدق امرأة أصابتها النار في المطبخ وحرقت وحرقت إيش الكلمة؟ حرقت إيش؟ بالراء حرقت حرقت؟ بالحاء حرقت حصل حرق نعم ترك. حصل حرق نعم حضرك بجسمها من صدرها إلى قدمها أيوة فماتت بعد أسبوعين، هل نستطيع أن نقول بأنها شهيدة لأنها ماتت بالحرق؟ أقول يرجع إن شاء الله يرجع. يقول بعض الفرق المبتدعة تحتج بجواز التبرك بالقبور بأن بعض الفرق المبتدعة تحتج لجواز التبرك بالقبور بأن أبا أيوب الأنصاري عندما قدم من سفر اتجه لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ومرغ وجهه على القبر. أين هذا الكلام؟ أين هذا الكلام؟ أين وجد هذا الكلام؟ ما يكفي أن الإنسان يقول كلامه خلاص ويسلم، اذكر المكان الذي وجدت فيه والصفحة حتى يعرف هل هو ثابت أو غير ثابت، وهل إسناده صحيح أو غير صحيح. الصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم هذا الشيء، بل النووي رحمه الله لما ذكر هذا الكلام قال هذا فعل الجهلة، ولا يمكن أن يكون يطلق على أبو موسى الأشعري أنه يكون بهذا الوصف. نعم. هل يجوز استعمال النووي له كلام ذكر يعني في هذا الموضوع، وأنا ذكرته في تبصير الناسك، ذكرته في تبصير الناسك يعني، وأنه يعني قال أن هذا يعني يفعله الجهلة. نعم. هل يجوز استعمال الفوائد فوائد الربا في بناء وإصلاح الطرق؟ نعم يجوز، يعني الإنسان إذا ابتلي بشيء وقع في حوزته يتخلص منه بأمور ممتهنة، هذا هو طريق الأمثل. هل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي الذي كان يختم بسورة الإخلاص في كل ركعة دليل على مشروعية هذا الفعل وأنه سنة؟ ما يقال، لأن الرسول ما فعله، ما حصل منه ذلك، لكنه لما حصل منه ذلك وعرف السبب قال أخبره أن الله يحبه، لكن لا يدل على أنه سنة وأن كل واحد يفعل هذا الفعل، يا رسول ما فعله والصحابة ما فعلوا. فضيلة الشيخ، هل يلزم أن نصلي 40 صلاة في هذا المسجد؟ ليس بلازم، لأن ورد في حديث ضعيف ما ثبت في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نصيحتكم حفظكم الله لطالب علم مقصر في بر والديه ويخاف أن يكون عاقا لهما؟ ما دام أنه يعني يخاف أن يكون عاق وأنه يعني مقصر يتلافى التقصير وهو أدرى بنفسه، التقصير الذي حصل منه يزيله ويأتي مكانه بالإتيان بالواجب عليه يعني من برهما والإحسان إليهما. بارك الله فيكم، هل يصح حديث إن الله خلق آدم على صورته وما معناه؟ هذا في صحيح البخاري وصحيح مسلم في الصحيحين، ومعنى ذلك قال صورته يعني فسر بأن الضمير يرجع إلى الله عز وجل، وأن المقصود بذلك أن الله خلقه يعني سميعا بصيرا
والله تعالى سميع بصير، لكن ما يضاف إلى الله عز وجل يختلف عما يضاف المخلوقين. يعني خلق آدم على صورته يعني متصفا بالسمع والبصر والكلام، لكن ما يضاف إلى الله عز وجل من السمع والبصر والكلام يليق بكماله، وما يضاف إلى العبد يليق بضعفه وافتقاره. نعم. يقول: أعمل في معرض سيارات، وهذا المعرض يتعامل مع البنوك، من يريد أن يشتري بالأقساط من المعرض يسدد البنك ثمن السيارة ويأخذه من المشتري، ويأخذ المعرض من المشتري ويخرج ويأخذ لا. يقول: أعمل في معرض سيارات يتعامل مع البنوك، من يريد أن يشتري قسطا من المعرض يسدد البنك ثمن السيارة ويأخذه من المشتري تقسيطا، فما حكم عملي؟ أعيد السؤال، إيش هو؟ طيب. أعمل في معرض سيارات إيه؟ يتعامل مع البنوك إيه؟ من يريد أن يشتري بالأقساط، أقساط مقسطة مو إيه؟ معجلة إيه؟ من يريد أن يشتري قسطا من المعرض يسدد البنك ثمن السيارة. إذا كان مقصود كونه يعني يدفع للبنك يعني الشيء الذي يعني سيشتري به، طلب منه أنه يودع له بالبنك، يودع البنك ما في بس، يعني كونه يودع له يعني حقه، مثل لو حولت عن طريق البنك، لك شيء ستحوله يعني من بلد إلى بلد عن طريق بنك ربوي، ما في بس أنك تدخل هذا، لأنك يعني محتاج إلى أنك تحصل حوالة عن طريق البنك، فأنت تأخذ يعني هذا الشيء ولا تبقي فيه، لأنك إذا أبقيته فيه يعني تمكنه من الاستغلال فيه بالربا، ولهذا الإيداع في البنوك الربوية ما يصلح ولا ينبغي، لأنك تعينهم على أنهم يتعاملون، لكن كونك تحول ثم تأخذ الحوالة هذا ما في بس. يقول: أحسن الله إليك، في بلادنا كثير ممن يدعي أنه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغالبهم يكون إما رئيسا لطريقة أو جماعة صوفية، فكيف نعرف أنهم من آل البيت حقا أو غير ذلك؟ والله أما الدعاوى كثيرة، أقول الدعاوى كثيرة، لكن يعني ما يعرف الحقية إلا إذا كان هناك أشياء تثبت بأن يكون هناك ذكر أنساب يعني مكتوبة، وأنها هذا الشخص يعني من هذه القبيلة الفلانية أو من هذه الجهة الفلانية التي أنسابهم معروفة، أما مجرد الدعاوى يعني ما أسهل الدعوة إذا كان ليس لها أساس، أقول ما أسهل الدعوة. هذه أكثر من سؤال ورقة: يستأذنون في تصويركم؟ لا أوافق. نعم. يقول: بعض الناس أثناء الدرس يكون متوجها إلى الكرسي، كرسي الشيخ، فإذا ما بدأ الأذان توجه إلى القبلة، هل في ذلك سنة؟ والله أبت ما له وجه أبت، يعني يجيب المؤذن وهو على ما هو عليه. يقول: يندر في بلدنا التضحية بالبقر والبدنة، فهل يعتبر التضحية بالاشتراك في البدنة أو البقرة من السنن المهجورة التي ينبغي إحياؤها؟ ما أظن هذا يقال من السنن المهجورة، الناس كما هو معلوم يعني بعض الناس يعني قد يعجبهم نوع من 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 الحيوان ولا يحرصون على الأنواع الأخرى، يعني وكل على حسب يعني طبيعته وحسب ما أعطاه الله، وإذا كانت هذه الأشياء يعني الناس يأكلونها ويستعملونها فالإنسان يضحي بها وبغيرها، لكن إذا كان أن المعتاد عندهم وأن الأنفس عندهم نوع معين اللي هو كالغنم يعني ما يقال أن هذه أنها سنن مهجورة، لأن هذه أشياء مباحة لك أن تضحي بهذا ولك بهذا وبهذا. هل كل من خرج على الحاكم بالمظاهرات يعتبر من الخوارج؟ هذا ما إن لم يكن من الخوارج فهو من به صفات الخوارج. ما حكم التسمي بجار النبي؟ جار النبي؟ نعم.
جار النبي؟ نعم. والله ما أنا يعني قضية أقول مثل هذا الاسم يعني ما له وجه. جار النبي؟ نعم. الدعاء ربنا آتنا وحتى جار الله وإن كان يعني بعض يعني يقولون أن هذا الزمخشري كان يعني يقال لأنه قال جار الله لأنه جاور في مكة وقال جار الله يعني فمثل هذه الأسماء يعني ما أكثر الأسماء التي لا إشكال فيها الأسماء التي لا إشكال فيها ما أكثرها فالشيء الذي فيه إشكال ويحتاج إلى أن يسأل عنه ما يترك ويسمى بشيء لمسعه ما حد يسألك هل يسمي عبد الله ولا ما أسمي هذا ما فيه إشكال سمي عبد الله سمي عبد الرحمن أما تأتي بأسماء تحتاج إلى أن تسأل عنها دع ما يربك إلا ما يربك هذا قل الأحوال. دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هل يكرر أكثر من مرة بين الركن اليماني والحجر؟ يكرر. هل اختلف السلف رحمهم الله في فروع الاعتقاد؟ في فروع ما اختلف يعني حصل يعني أشياء يعني شيء ثابت في غيرها يعني مثلا رؤية الله عز وجل يعني رؤية الله عز وجل يعني في الآخرة هذه متفق عليها ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم إياه ربه يعني ليلة المعراج يعني هذه الأدلة واضحة في أنه ما رأى وبعض الأحاديث جاءت مطلقة وقالوا أنها رؤية قلبية لكن الحديث واضحة في كونه ما رأى لأنه قال نور أن أراه يعني كيف أراه هو النور منعني من رؤيته وفي بعضها حجابه النور يعني معناه أن الذي يرى هو نور الحجاب وليس نور الوجه لأن كما جاء في الحديث حجابه النور لو كشفه لا أحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه فإذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجاب وما رأى وهذا هو الصحيح ولهذا كانت تنكر عائشة رضي الله عنها من يقول أنه رآه هل يجوز مثل هذا لا يقال أنه لأن الرؤية ثابتة الرؤية لله عز وجل ثابتة أنه يرى في الآخرة والدنيا لا يرى فيها كما جاء في الحديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا والحديث رواه مسلم في صحيحه إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا الله شأنه لا يرى في الحياة الدنيا يعني يراه أحد في الحياة الدنيا من الناس وإنما رؤيته في الدار الآخرة ف يعني في ال يعني في ال ال فكونه يختلف عن رأى ربه ومن ربه هذا لا يؤثر لأن أصل الرؤية ثابت لله عجبه أن الله تعالى يرى نعم. هل يجوز توديع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الخروج من المدينة؟ ما يقال للرسول يودع الرسول صلى الله عليه وسلم مع الناس دائما وأبدا دائما يذكرونه ودائما يعني يعملون الأعمال طبقا لسنته صلى الله عليه وسلم ويتذكرون هديه ويتذكرون هديه عليه السلام ثم أيضا الصلاة والسلام عليه موجودة في كل مكان والملائكة تبلغه نعم. يقول أريد الحج ومعي ولدي الصغير فكيف ألبي عنه وما هي الصيغة؟ إذا كان ما يشق عليك يعني ولا يلحق مضرة بك ولا به وتجد يعني من يعني يحفظه يعني إذا كنت تطوف يسعى فما الزحام الشديد أولى أن لا تفعل لكنك إذا فعلت فأنت تنوي يعني عنه إذا كان يعني غير مميز وإن كان مميز تقول له يعني يقول كذا وكذا ينوي ويلبي وإن كان غير مميز كالذي الصغير الذي لا يدري فأنت تنوي عنه وتلبي عنه. يقول ما حكم ما أسفل من الكعبين من الثياب؟ وهذا آخر يقول الذيل إذا زاد عن الكعبين فهل هناك فرق بين من يفعله تكبرا ومن يفعله لغير ذلك؟ كله شر وبعض الشر أهون من بعض هذا شر وذا شر وبعض الشر أهون من بعض
من كان يريد التجبر والخيلة هذا عنده شر زايد. وأما إذا فعل ذلك وهو يعلم أن هذا منكر وأنه لا يجوز فهو عاصي. لكن لا يقال أن هذا مثل هذا، بعض الشر يهم بعض. ولهذا الذي تراه مسبل ما تقول له أنت تفعل خيلة ولا لا، فإذا كان لا أنا ما فعل خيلة خليه يبقى، لا ما تقول هذا، تقول له ارفع ثوب خلاص. مثل ما كان عمر رضي الله عنه لما جاءه الرجل الناس يعودونه ويدعون له وهو يعني مفتوح البطن يسقونه اللبن فيخرج من جوفه، فجاء شاب وأثنى عليه خيرا وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين صحبت الرسول صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ويعني صحبت أبو بكر يعني بعد وفاة الرسول فأحسنت يعني معه ثم وليت فعدلت، قال وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. ولما ذهب الغلام وإذا ثوبه يمس الأرض قال ردوا علي الغلام، في شدة المرض بطنه مفتوح، ومع ذلك ما غفل عن أن ينصحه وأن يرشده. فلما رجع إليه قال ارفع ثوبك، ما قال أنت تفعل خيلة ولا ما تفعل، إن كنت تفعل خيلة ما يجوز، ما كنت هذا خليه يبقى، ما قال عمر هذا، قال ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. أرشده إلى فائدة دنيوية وفائدة أخروية. فائدة دنيوية وهي كونه يعني أبقى لثوبه ما يتوسخ، وفائدة دنيوية وأخروية هي تقوى الله، يعني تقوى الله فيها الفوائد في الدنيا والآخرة. وهذا من جنس الحديث الآخر الذي يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مطهرة للفم مرضاة للرب، فيه هذا وفيه هذا. ما الفرق بين الهدية والصدقة؟ بينهما فرق، الصدقة تكون للفقراء والمساكين، والهدية تكون للفقراء وللأغنياء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك.